إذا واحد يخلص لله سبحانه وتعالى 40 يوم، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في هذا القلب؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في هذه الرواية: ما أخلص عبد لله 40 صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ينابيع الحكمة تتفجر في قلبه، ينابيع ينبوع يعني عين ونهر ضعيف، ينابيع الحكمة. ولذلك عندنا بعض العلماء وبعض المؤمنين ذكرت في حالاتهم أنه كانوا يعيشون حالة المراقبة التامة خلال 40 يوم. المراقبة التامة يعني شنو؟ يعني أن لا يعملوا محرم، أن لا يتفوهوا بغيبة، أن لا يستمعوا غيبة، أن لا ينظروا إلى امرأة غير محرم. اجتناب عن المحرمات، اجتناب عن الشبهات، اجتناب عن المكروهات، اجتناب حتى عن بعض المباحات. لحم حيواني ما يأكلون 40 يوم. وبعد هذه 40 تنكشف لهم، ربما تنكشف لهم حجب، تنكشف عنهم حجب وينتقلون إلى عالم آخر. 40 يوم واحد يعيش حالة المراقبة.